صوت الجبل برنسيسة الغناء العربي، صوت الفنانة الجميلة ديانا حداد. أول شيء طبعاً يسعد لي مساكم جميعاً وأهلا وسهلا فيكم. أنا حبيبة قلبي تسلميلي. طبعاً أنا بعتبر حالي بنت هالبلد ومش غريبة أبداً عن مصر الحبيبة. أنا اليوم موجودة معكم لكون طبعاً ببلدي الثاني مصر المحروسة، مصر الحبيبة أم الدنيا. وثانياً طبعاً وجودي اليوم له هدف كثير إنساني، ومجرد كان في تواصل من دار الأوبرا بهالجامعة العظيمة طبعاً ما ترددت نهائياً، لأنه عمل إنساني وخاصة إذا كان بحق الأطفال المحتاجين المفروض الإنسان بدون أي تردد يكون أكيد متواجد وحاضر. فهذا السبب الرئيسي اللي خليني أكون معكم على هذا المسرح، أطفال مصر وكرام أطفال مصر. وهي رسالتي أكيد، وأنا بتشرف بحضوركم. بدي أشكر كل اللي أجوا من كل محافظات مصر الحبيبة. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.